الجزء الاول من الايه الاخيره لو عدد واحد وثلاثين من سفر اشعياء اصحاح اربعين واما منتظروا الرب وهذا الجزء مقطوع من فقره والفقرة هي دي هتكون موضوع دراستنا لأنه فيها عدة أصناف من البشر هنحاول نختصرهم إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات وذاكر في كل مجموعة صفاتها إيه وتبقى الرسالة اللي بعتها لنا ربنا جابت كل النتيجة لو كل واحد فينا طلع من الكلمتين دول هو من اي مجموعه من دول وتجيب نتيجه افضل لو هو انتقل من مجموعه لمجموعه او اقل لو هو تقدم في مجموعه منهم وبعدين تحدث نقله او هم مش نقله مش هتبقى واضحه قوي لانه تلقائي هيحدث النقله دي الترقيه دي المجموعه الاحسن او المجموعه الفضله اللي عند ربنا اللي هي اسمها منتظر الرب المجموعات دول مذكورين في الآية اللي قبليها واللي قبليها نرى آيتين مع بعض يعطي المعيية ده على 29 من شهر 40 يعطي المعيية قدره ولعديم القوه يكثره شده الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا واما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون الموضوع ده احنا بما كل واحد فينا مارسه ومش بس احنا حتى العالم اي شاب في العالم مارس الحكايه دي يعني في شباب بيجروا جري شديد قوي وفي ناس ممكن تكون حتى شباب عيان خالص فحكايه المعيه والغلمان والفتيان واللي يركضون ولا يتعبون ما بنشوفها كل واحد بيشوف نفسه حتى بيحصل كده لكل انسان لكن هنا مش قاصد القوه الجسديه قاصد القوه الروحيه لو عايزين نعمل مقارنه هندسيه طبعا انا عارف كلكم مهندسين كنت انا مهندس سابق لكن انتوا كلكم مهندسين حاليين يعطي المعيه قدرات انا هسالكم سؤال فخدوا بالكم في, في القرايه ولعديم القوه يكثر شدات. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا واما منتظر الرب منتظر الرب فين في الجزء الاتين اللي قبل كده بالظبط هناك بادئ منتظر الرب بيه من الاول اللي هم المعيى وعديم القوه معي ايه يعني ها؟ <applause> ضعيف ها؟ ضعيف, ضعيف. ضعيف. معية يعني تعب من كتر الجري من كتر المشي حصل له إعياء الإعياء من عمل هو بيعمله وهو مش قادر يعمله معية يعني لأنه ابتدى يشتغل يشتغل ابتدى ايه؟ يتعب, يتعب 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 في الآخر بقى مش قادر يعطي المعية إيه قدراته تشبهها اللي بعديها ولعديم القوة يكثر شدته ثروة آه قال لنا دول منتظر الرب أنا موافق حد منكم ما مش موافق الكلام ده؟ ما حدش اعترض يبقى كلكم موافقين طيب وأما منتظر الرب فَيَجَدِّدُنَا قوة طيب الآية اللي قبلها الغلمان دي آية 30 احنا تسعة آية 29 دي 30 اللي بعديها على طول اللي بين الاثنين يعني الغلمان يعيون ويتعبون دي عن ايه دي دي منتظر الرب ولا ايه لا طب ما دوك بيعيا برضه عيان مش قادر يتحرك المعيه لكن لانه منتظر الرب بياخد قوه بس خلص خدمة خلاص <applause> طيب والفتيان يتعثرون تعثرا دي ما هماش ايه منتظر الرب واما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون تقريبا اعتقد الموضوع تفهم الغلمان يعيون ويتعبون قبل ما قبل ما يتعب كان ايه؟ كان بيعي بي يعيون يعني ايه؟ يعني عنده كلل عنده ملل عنده مش قادر يكمل مشواره واللي يبقى بليها يعطي المعيية نفسه هو ده نفسه الغلمان يعيون دي نفس الكلمه يعطي المعيية قدرته بياخد قدره وضعه الطبيعي ما ياخدهاش لأن الغلمان الشباب حتى الشباب في العالم يعيا وبعدين يحصل له إيه؟ يتعب تعباه خلاص فشل هذا آه دا لحلو والفتيان ده أوحش بقى الفتيان يتعثرون تعثرا إيه يعثرون تعثرا دي طلع يعني يعيا للنهاية خلاص سلم نمر ويقولوا كده في مصر سلمنا النمر يعني العربيه مش شغالش ودينا النمر وخلاص خلص الموضوع لكن نفس الحكايه دي بالنسبه لمنتظر الرب يقول ولا عديم القوه يعمل ايه ده, ده حاجه فرق كبير قوي <applause> فرق كبير جدا اتاري السر في انتظار الرب ليه اه, آه يا ربنا علينا الغير منتظر الرب متكل على ايه؟ متكل على امكانياته الذهنيه امكانياته الطبيعيه امكانيات رجليه في السبق امكانيات ايديه في المصارعه امكانياته الماليه امكانياته الاجتماعيه طب من او ما ما من هذه مش عارف اجيب التعبير ازاي ايه اللي في الامكانيات دي؟ دائم ولا حاجة الغلمان يعيون وبعد إيه يتعبون خلصنا الشغل خلاص. الفتيان يتعثرون يعني تعثر ما فيش قيام تعثرا وقع في واحد يقول لك واع ولا ايه العجل وقع ولا ايه اه؟ ولا حد سمع عليه مين العجل ده ما تأخذنيش مين العجل ده؟ أي إنسان في العالم لم يعرف المسيح وقع ولا حد سمى عليه ليه؟ غير منتظر الأبدية غير منتظر الرب مش مستني ربنا نيجي بقى في موضوعنا وأما ها؟ وأما منتظره الرب يعني ايه بقى منتظر الرب دي يعني انا مستنيك يا حبيبي انا منتظرك يعني ايه مستنيني يعني مش هتحتح ولا هتلحلح ولا هتحرك ولا ساخطو خطوه يا لما تقول لي روح فين مش ماشي مش ماشي منتظرك يا رب قالها داود انتظارا انتظار زي ايه يتعثرون تعثرا ليه زي دي بالضبط؟ بس العكس الغلمان والفتيان يتع... الغلمان يعيون ويتعبون او الفتيان يتعثرون تعثرا وايه العجل ولا حد سمع عليه وداود يقول لك انتظار ما نشمت لحلة خالص ماذا تريد مني نفع عملها واحد بقى واحد ممتاز أنا طبعا كله عارفينه ها افتكرش حد غير عنه مين ده ولا عرف يتحرك من مكانه ولا كل ولا شرب ولا نام ثلاثة ايام من يوم ما ظهر له الرب عند ابواب دمشق لغايه لما جاله حنريه بيصلي طب كل لا ما عنديش وقت ده في رسالة جديدة ده في حياة جديدة ده في أمر جديد ده في عز جديد أنا ما أعرفوش قال لي هناك يقال لك ما ترتب لك أن تفعل أنا مستني اللي هيقال لي مين اللي حيقوله لي أنا مش مهم مين لكن ربنا قال لي حيقال لك أنا مستني كلمتك يا رب هعمل إيه؟ هعمل آكل ولا ما آكلش؟ اشرب ولا ما اشربش اعمل ايه انا اعمى مش مهم العمل دلوقتي ما بشوفش ما كانش شاور بيشوف واستنى في اليوم التالت جاله واحد بصوت يا اول ما سال له انت بتاع ربنا ما شافوش قبل ما يشوفه مش مكتوب ده الكلام ده في الكتاب لكن مين مين حصل قال بايه شاول دق ايه ده ده الخبر وصل الخبر الرب وصل. الرسالة وصلت. أنا منتظرك يا رب. أنا مستنيك. أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق. ليه؟ عشان تبصر وتمتلئ من الروح القدس. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ صدقوني كلمة تبصر بالنسبة لشاول كانت يعني مش دي قوي اللي مستنيها لأن في وراها حاجات تاني هو البصر ده يحل المشكلة مش حل مشكلة مادية ونشكر ربنا ربنا خلى يبصر ده يبقى غلبان قوي لو كان مش مش نبصر ربنا عارف احتياجك ويديهولك شاول محتاج يبصر لازم هيبصر لأنه ما العمى مجاله من أجل بهاء ذلك النور بس شاف نور ربنا شاف نور المسيح لكن اللي هزت شاول قوي وتمتلئ من الروح القدس أوه أوه إيه ده إيه ده حط إيدي عليه وقع شيء من عيني كأنه خشور أنت أنت هو دوك يقول له أنت كمان أنت اتغيرت خالص ده أنت وديع قوي يقول له أنت حلو قوي انت مالوش ما الكلام ده بس انا بتكلم على القلب بيقول ايه وانت وديع وانت حلو فقام واكل وشرب وابتدا ينادي بقوه ان يسوع هو ابن الله بدل ما كان بيهجم على المسيحيين بدل ما كان بيقتل المسيحيين بدل ما كان يضطهد المسيحيين صار هو رسول المسيح لك المجد يا رب مستني الرب طيب ده بقى يوم ما جالك حنانيه يا شاول بعد كده اسم بولس يا بولس انا حافظين باسم بولس يا بول يا شاول يا اللي بقيت بولس طب وطول عمرك؟ قال طول عمري كده طول عمري كده معقول يا شاول يا اخي احنا في يوم التجديد ده يوم ايه؟ اسمه يوم بهجه الخلاص بعد يا يمكن بثلاث ايام بتروح <applause> عشان انتوا من الفتيان الغلمان دول ولا تروح ليه؟ تروح لي ربنا عايز تروح لا ومين اللي عايز تروح الشيطان واقنع سواء المولود حديثا او اقنع اللي تصور ان مولوده مش مولود ما نعرفش دول احنا دول كلام ممكن ينطبق على العيال المؤمنين زي حالاتي كده او ينطبق على ناس ما امنوش انا نشكر ربنا انا امنت ما امنوش وتصورنا مؤمنين وبعدين اتشنكلوا الشيطان عثرهم او زي ما قال المسيح في المثل بتاعه الشمس طلعت على المزروع على الحجاره نشف وجف خلاص او المزروع في الشوك انتهى دول هم ايه اللي هم الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا لكن بقى شاول لا 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 لا, لا ده انا اكتشفت سر الحياه الابديه سر الخدمه المقدسه سر الاكاليل الابديه سر العز الالهي ايه هو شاول انتظر الرب مش متحتح الا لما يقول لي اتحتح مش متحرك الا لما يقول لي اتحرك سامحوني اقول لكم ان غلمان كثيرين والتانيه ايه وفتيان كثيرين ومش عايز اقول غير مؤمنين ممكن يقولوا غير مؤمنين الله يعلم لكن انا بتكلم عن ناس ممكن يصلوا لدرجه الخدمه غلمان كثيرين وفتيان كثيرين يدخلوا تعال ورايا طب مش حاجه وراك حاجه وراك لو دي ارادتي انا هحرسك من بعيد يا مؤمن عشان ما تتعثرش وتفشل دي عملها يعني ايليا النبي <applause> النبي راح لجبل الله حريب قال له تعالى وراي هناك وراح له وكلمه برضه <applause> قال هنا بتعمل ايه؟ مالك يا هنا ليه؟ قال له مالك هون اليه ايه ده؟ ايه اللي بيعمله إيه؟ ده؟ يعني قال تعبان تعبان ليه؟ بص اللي الرهيبه دي إذابة إذابة بتعمل ايه؟ مالك إيه؟ مين يذابل دي؟ مين ايزابل دي؟ ده انا هديك نبوه ان الكلاب هتاكلها خايف من ايه؟ خايف من ايه يا إيه ايليا؟ حاجة عجيبة الإنسان يدخل تعالى ورايا بتعمل ايه يا بني آدم أنت؟ ليكن الرب هو المتقدم كل طرقك اسمها منتظر الرب وأما منتظر الرب مش هتحرك إلا لما أنت تتحرك وأنا أجري وراك بقى آه. في آية في سفر النشيد "أكذبني وراك فنجري" مين اللي بيقول الآية دي؟ الكنيسة ولا المسيح؟ ها؟ متقل صدق شوي الكنيسة بتقول لمين؟ للمسيح طب تنفع المسيح ولا للكنيسة؟ جرينا وراك يا تنفع؟ ما ينفعش ما ينفعش وأما منتظر الرب، وريني السكة، كلمني من جوايا، شدني، أنا خدامك، أنا ابن أمتك، أنت إلهي، أنا عبدك. دي كلمة منتظر الرب فاضل لنا بقى ايه ايه البركات اللي بياخدها اللي مستني ربنا افتكر عرفنا ايه الويلات اللي بتيجي على الانسان اللي مش مستني ربنا وقول له تعالى ورايا ما ينفعش خالص 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 غلط اللي عملها واتمنى الموت ربنا قال له عندك خدمة ليه يرجع نصب حزائيل ملك على على ارام وياهو مالك على اسرائيل وليش انا بين عوضا عنك ايه البركات دي بقى دي هناخدها بقى في ايجاز شديد لان احنا ما قدرناش من منفسرش من ايه منتظر الرب دي ايه بقى ربنا بقى اللي هم ايه اللي هم منتظريك هياخدوا ايه بقى أنا هقرأها لكم سؤال مين عايز يكون منتظر الرب؟ ما تجاوبوش بس اللي عايز يكمل معانا بانتباه اللي مش عايز ما ينتبهش خلاص خليك في حالك امشي زي ما انت عايز لغايه لما توصل لهناك بقى اذا كانت هوية ولا اذا كان في اخر اخر مكان في الملكوت على كيفك اقرا الايه اللي واحد 31 ونعد كم حاجه نأخدها واما منتظر الرب اول حاجه فيجددون قوه خلينا نبتدي من هنا ادي واحد اثنين يرفعون اجنحه كالنسور ثلاثه يركضون ولا يتعبون اربعه يمشون ولا يعبون اربع حاجات بس اول حاجه ايه بقى يا سيدي ها يجددون قوه انت عارف حضرتك انك انت بتتجدد قوتك كل يوم القوة الجسدية ازاي تتجدد بالنوم لكن عايز اقول لك ان منتظر الرب عندهم السر ده مش لازم ينام بالعكس ده لازم يسهر اسهروا <تصار> وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة وانت سهران روحيا فجأة تتجدد قوتك تلاقي الظروف اتعكشت والامور اتلخبطت وقرب الفشل يخبط على قلبك ويجي لك صوت جواك لم اعطك روح الفشل دي خطوه في الطريق انا عارفها ولو تفتكر انا قلتها لك لما ارسلتك وابتدي فكرك زي ما فكر موسى وتاخذ قوه رهيبه على استكمال الجهاد الروحي ده من فين؟ ده من فوق من ربنا يبقى اذا ايه؟ أو البركة إيه؟ أما منتظر الرب فيجددون قوة طب التانيين يعملوا إيه؟ أقول لك بقى على التانيين في شخص في الكتاب المقدس سماه الكذاب وأبو الكذاب ده ده؟ شيطان واللي مش متكل على ربنا شيطان مخوي أو هو مخاوي الشيطان فكل شوية إنسان ماشي ضد مشيئة الله فطبعا بيتكعبل اشتري له ما تخافش ما تخافش انا معاك انا معاك قوم 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 المره جاية هتنتصر بس اتصل بفلان تاخد منه سلاح وفلان خد منه فلوس وفلان ادي له وعد يلا ادخل معركه يتكسر تاني ما تخافش ما تخافش ده اسمه الكذاب اللي ما عندوش قوه غير الفشل ويكذب على سواء عن المؤمنين اللي غواهم او ولاده يكذب على ده وعلى, وعلى اي حد علشان يخدروا عشان ياخد النهاية التعيسة زي ما اداها الفرعون نهاية تعيسة في البحر الأحمر وغرق هو وكل جنوده أما منتظر الرب عندهم هذه البركة فيجددون قوة لا نفشل بولس قال لذلك لا نفشل ليه لأن الرب يجدد القوة فينا لأننا منتظر الرب ده وعد للمنتظرين الرب مش لكل البشر واما منتظر الرب فيجددون قوة ادي واحد اثنين بقى ايه امم اصحى معايا في اثنين دي ايه يحصل ايه يرفعون اجنحه كالنسور والنسد لما يرفع جناحه ما تلاقوهوش تو انت فين في الاعالي في الاعالي يرفعون أجنحة كالنسور في العهد القديم الرب قال لبني إسرائيل حملتكم على أجنحة النسور هنا مش ده الواحد ما قالش كده ما قال ايه قال إن منتظر الرب لأن منتظر الرب هتلاقي جناحه انتشى وريشه اتملا وراح ما تدريش يخلي الجناح يعمل كده ويعمل كده ويقول ريح تروح فوووو واخدها فوق ايه ده؟ دي العلاقه الروحيه مع الله الداخليه جواك يا سلام يركضون ولا يتعبون انت لما قلت لنا في عائلة 30 يا رب عن الغلمان شويه العيال دول قلت الغلمان يعيون ويتعبون يعني هو تعبان ويعي ما قلتش يركض ما هم ما بيقدرش يركض يركض ازاي؟ قول لي ال 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 الضعيف في الايمان اللي غير منتظر ده يركض يركض, يركض بالوهم لكن كلام الليله عند المنتظرين الرب حد فاكر الليله اللي كان فيها بولس وسيله في السجن؟ كان ايه كلام الليل وقتها؟ صليان ويسبحان الله والمزينون يسمعونها طب حصل ايه بقى في الصبح طلع كلام داب لا داب داب, داب ازاي يا حبيبي ده كلام الرب اتجادل السجان خذوا الحكام قالوا اطلعوا طلعوا مش هنطلع يجوا يعتذروا لنا اعتذروا لكم انتظروا الرب يركضون ولا يتعبون واللي مش منتظر الرب بيبقى عيان يعيون ي... يعيون ويتعبون بس وبعد التعب عيا وبعد العيا تعب وفي النهايه ادخل الى من اخترته سيدا لك في جهنم هتلاقيه هناك روح له يلا روح له روح له هناك واما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور يركضون ولا يتعبون اخرها بقى يمشون ولا يعيون الا انت جبت الركض الاول اه في اصل ناس لازم تركض ورسالية ربنا ليها الركض في ناس لازم تمشي يعني مين احسن لا مفيش حاجة احسن ده رسالة ده لي رسالة يمشون ولا يعيون شعي أحداشر كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات ايه المرضعات دي؟ المرضعات اللي بيرضع ما يقدرش ده يجري لازم, لازم يبقى ماشي فهنا بيقول لك ده تنه يمشي ويمشي ويمشي ويرضع 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 لغايه لما اللي بيرضعه ده يتمالك قوته ويدرك عمل الله في حياته وياخد القوه الروحيه يروح ماشي جنبه ينتقل الى مستوى اللي بيجروا وده اللي احنا ايه اللي احنا قريناه في اشاعيه 40 ماذا يقول هناك واما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه النسور يركضون دول انا شغالين 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 في الخدمه ويمشون دول اللي بيرضعوا اللي مركزه في شخص او اثنين او ثلاثه بيرضعهم بيرضعهم مكرس ليهم لغاية لما ينمو يمشون ولا عيون فينتقلوا إلى الذين يركضون ولا يتعبون يا لحكمتك يا رب يا لحكمتك يا رب يا لحكمتك صدقني يا رب صدقني إنه ليس إله غيرك صدقني اللي يبعد عنك غبي 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 جدا والمؤمن واللي يتوه منك يبقى لا تكون فيما بعد أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله واللي يلزق فيك يقول لك مستنيك يا حبيبي مستنيك يا حبيبي مش هتحرك إلا لما تقول لي أتحرك إزاي وأروح فين هذا اسمه منتظر الرب ولك كل المجد آمين